الإعلان عن نتائج البكالوريا اليوم. أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس أن نتائج البكالوريا سيفرج عنها بداية من الساعة 4 مساء. وحسب بيان وزارة التربية، فإن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيكون عبر إشهار قوائم تلاميذ ناجحين على مستوى كل مؤسسات تعليمية التي اجتازت تلاميذ الامتحان، أو عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقة على رابط bac.onec.dz، أو عبر فضاء الأولياء عبر الرابط aulia.education.gov.dz، أو عبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال بتشكيل رمز إطوال 567 إطوال. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار سيكونوا عبر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.bac.dz، أو رسائل SMS بتشكيل رقم إطوال 567 إطوال. أتمنى حظ موفق للذين اجتازوا شهادة البكالوريا، حظ موفق للجميع. لا تنسوا اشتراك، ضغط على لايك وترك تعليق.